حقيقة يا أبناء شعبنا، نحن الآن أمام مفترق طرق. هذا المفترق طرق الذي يحدده هو أنتم، صوتك هو الذي يحدد. كما يعلم جميع أبناء شعبنا أن هناك إرادة عامة لأبناء الشعب، إرادة عامة بالتغيير، بحصول شيء جديد، بتثبيت قضايا ذات قيمة أساسية في وضعهم الاقتصادي وقناعتهم السياسية والمسائل كذلك ذات الاهتمام الداخلي. ونعلم جميعا كذلك بأن هناك جهات سياسية لديها أجندات ومشاريع خاصة وتريد أن تمرر هذه المشاريع الخاصة وإن كانت على مصلحة البلد، وهذه الجهات الخاصة تعتمد في تحقيق نتيجتها على جمهورها الخاص. الجمهور الخاص للجهات السياسية ذات الأجندات الخاصة سيشارك كله، وهذا أكيد، هذا واضح، ولكن مشاركة أو عدم مشاركة الجمهور العام هو الذي سيحدد ما هو مقدار وتأثير ووجود ونجاح الجمهور الخاص. لذلك كل مواطن من أبناء شعبنا مشاركته معناه تغليب الرأي العام، تغليب رأيه على حساب المشروع الخاص، وعدم مشاركته معناه هو الذي يفسح المجال اللي ينتظر نتائج أبدا لا تمثل رأي أبناء شعبنا. لذلك دعوتي إلى كل مواطن عراقي أن يكون شجاعا وحرا في التصويت وأبداء الرأي. شجاع أنه رغم الآن أنا اللي أقوله هو عبارة عن إشاعات ووضع، أنه ممكن أحداث يصير، ممكن يصير كيت إلى آخره، أنا أعتبر كل إشاعات يطلقها أصحاب الأجندات والمشاريع الخاصة. كن شجاعا ولا تهتم، اعلم أنك ابن العراق، أنك العراقي الشجاع، وأنك أنت الذي لبيت الفتوى، وأنك أنت الذي انتصرت على داعش بدون حاجة إلى جهة ودولة وجيش آخر يقاتل معك. وكن حرا في التعبير عن رأيك ولا تخضع ولا تتأثر بأي محاولة تأثير من أصحاب الأجندات الخاصة.